نسا فالله يكفيه من أراد واعظا فالموت يكفيه من أراد حجة فالقرآن يكفيه من أراد الغنى فالقناعة تكفيه ومن لم يكفيه شيء من هذه الأربع فالنار تكفيه. الإخوة الأفاضل الحضور، عودا طيبا إلى رحاب القرآن بصحبة العلم الذي سعدنا به الآن فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد السلام حجازي، تكريما للفقيدة الراحلة رحمة الله عليها فقيدة عائلات أبو مكاوي. الأسرة شاكرة السادة الأفاضل الحضور بصحبة صاحب الفضيلة فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض إذا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع إلا تنفروا
ولا تضر الروح شيئا. والله على كل شيء إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا. ولا تضره شيئا. والله على كل شيء إلا تنصره فقد نصره الله. إلا تنصره فقد نصره إلا تنصره فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إلا تنفروا يعذبكم عذابا
ولا تضره شيئا. والله على كل شيء قدير. إلا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله. يا صاحب الهجرة عليك سلام وتحية ما دامت الأعوام. من مكة العظمى انطلقت مباركا يرعاك رب مالك علام. تلاوة قرآنية مباركة تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد السلام حجازي تكريما للفقيدة الراحلة رحمة الله عليها فقيدة عائلات آل مكاوي. جميع عائلات أبو مكاوي شاكرين السادة الأفاضل الحضور وشكر الله سعيكم جميعا.